موعدنا اليومي مع صحيفة الوطن وبالتحديد مع قسم حياة الوطن، ومعنا عبر الهاتف مدير قسم حياة الوطن الأستاذ محمد الفهيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلين، مسي عليك ومسي على المستمعين الكرام. اليوم ما عندنا أخبار كثيرة في الـ في الـ في الأخبار الفنية، في خبرين بس، أولهم عن الفنانة سعاد العبد الله وعودة للتعاون مع أيضا الفنانة الكبيرة حياة الفهد. أوكي، خليني أبدأ بمقال الكاتب أوكي. على حمزة طبعا اللي انتقد فيه، يعني انتقد فيه حزمة من البرامج على الفضائيات السعودية اللي تطرقت للعمالة الأجنبية. طبعا انت زي ما انت عارف السلطان في الفترة الأخيرة ظهرت كلمة وافدون يعني بشكل كبير على بعض البرامج، وكانت بشكل خاص تتكلم عن بعض الوافدين إلى المملكة. طبعا هي فئة قليلة جدا لا تمثل المقيمين بأي حال من الأحوال، ولا تمثلهم سواء من ناحية التصرفات، سواء من ناحية الأسلوب أو الأخلاق. تكلمت بعض الفضائيات عن هذه الفئة اللي جالسة بتعمل جرائم في البلد، الفئة اللي تدخل البلد بطرق غير شرعية. فالكاتب ذكر انه يعني لابد ان احنا نراجع انفسنا في مساله انه تعميم القضيه على المقيمين. ففي البلد هناك مقيمين ليسوا مجرمين، هناك مقيمين ساهموا في تنميه هذا البلد، ساهموا في رفعته، ساهموا في انشاء الكثير من مؤسساته و كثير من منشآته. فأنا أتفق معه تماما في هذا الموضوع، وكان لابد أن حنا يعني نركز على هذه النقطة لأنها مسألة حساسة، خاصة لما تتناولها إعلاميا أو على التلفزيون. في شريحة صح أنها موجودة ولابد أن حنا نركز عليها صح، بس أنه مو بشكل عام حتى نثير ضجة أو نعطي المشاهدين مفهوم مختلف عن هوية المقيمين في البلد. صحيح. هذا كان مقال على حمزة بعنوان أيها الإعلاميون هناك مقيمون لا مجرمون في الوطن. طبعا سعاد عبد الله كان فيها تصريح خاص بالوطن، هي ما حبت أصلا خلال استضافتها أنها تتكلم عن شائعة وفاتها الأخيرة اللي انتشرت يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها ركزت على مسألة الشائعة اللي تناولت تعاونها مع حياة الفهد. كلنا عارفين أنها طلعت مع حياة الفهد في عمل إذاعي في رمضان الماضي كان بعنوان صدفة تلاقينا، وطلعت إشاعة أنه في تعاون جديد تلفزيوني، وأنه سعاد وحياة راح يظهرون سوا في دراما جديدة تبث على التلفزيون. طبعا نفت الكلام هذا الفنانة سعاد عبد الله وقالت انه غير صحيح، انه ما تلقت اي عرض من اي منتج او اي مخرج حول 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 هذا الموضوع. قالت انه انا يعني بشتغل تعاوني مع حياة الفهد، مش مجرد انه والله بس نرجع للجمهور وانه يكون انه الخبر منه انه اعلان عودتنا الى بعض بشكل سوى. وانت عارف يعني انه سد مشوار الفنانتين يعني بشكل كبير، وكانوا حققوا نجاحات كبيره في الثمانينات خلال تقنيه ثنائيه في الدراما الكويتية، وثنائي ناجح يعني. فطبعا لما انفصلوا يعني كان السؤال اللي دائم يطرح على سعادة وحياة انه متى ترجعون تتعاونون مع بعض. فهي قالت انه لا، تعاوني مع حياة مشروط بعمل ناجح، بعمل انا اقدمه ومقتنعة فيه فنيا. فكان هذا تصريح. قالت في الوقت الحالي ما في اعمال اظن مطروحة وبتبدأ هي قالت أنها عندها عدد من النصوص وأنها تبدأ تختار نص عمل واحد. هي طبعا سعاد عبد الله ما تمثل عمل واحد في رمضان،
وما تحب انها اصلا تنوع في التمثيل او المشاركه في اكثر من عمل. طبعا خلينا ننتقل للموضوع اللي جالس الابرز يعني والاكبر واللي مكسر الدنيا على تويتر وحتى على حياه الوطن وموقع صحيفه الوطن تقريبا من اكثر المواضيع أيوة قراءة. طبعا اكثر موضوع قراءه على موقع الاونلاين صحيفه الوطن اونلاين. طبعا هو طبعا في تطورات جديده في الموضوع خاصه على تويتر. طبعا زي ما احنا خلينا نشرح للناس بشكل عام ايش اللي صار. ايوه ام بي سي طبعا وطبعا بدات القصه كلها بتغريده. طبعا الشيخ محمد العريفي الداعيه الشهير ذكر في تغريده له على موقع تويتر قال فيها: حرام ان تمكن طفلك من متابعه ام بي سي 3 للاطفال، فقد امتلأت مشاهدها بافكار الالحاد والفساد، احذفها الان فولدك امانه. طبعا هذه التغريده اثارت الجدل، كثير من الجدل بخصوص متابعه ام بي سي. فطبعا الغريب في الموضوع انه استنت ام بي سي 4 أيام و5 أيام لحد ما ترد على هذه التغريده. فطبعا ردت ام بي سي امس او البارحه في الليل على اساس انه يكون دقيق، وذكرت في بيان لها على موقعها الالكتروني انه رد عنيف جدا صراحه. وجهت رد عنيف جدا شديد اللهجه، واول مره ام بي سي يعني تتكلم بالاسلوب ذا. طبعا نحن في الوطن لا نتبنى مثل الردود التي يعني تشخصن الموضوع. يعني طبعا كان في رد ام بي سي، انا من وجهه نظري انه كان في شخصنه لابعاد القضيه. ايش كان الرد بشكل عام يعني اللي حاب يعرف؟ الرد اول شيء على اساس المستمعين يكونون على بينه من الرد انه ذكرت القناه انه في بدايه ردها انه القائمين على القناه وبرامجها جلهم من الامهات والمختصين الحريصين على ما يشاهده اولادهم بقدر حرصهم على ما يتابعه جميع الاولاد من كافه الفئات والاعمار. وذكرت القناه انها تقوم بانتاج وعرض عدد وافر من البرامج الهادفه لتبرز صوره ضروريه تحفز من قدره اليافعين وكذا وكذا. طبعا الجزء الثاني من الرد كان هو اللي تسبب في رده فعل الشيخ محمد العريف اليوم خاصه على تويتر. ذكرت في الجزء الثاني من الرد بالنص انا اطرح لك، يقول لك: اليس الداعي العريفي من دعا الا تخشى البنت من ابيها والا تجلس معه لوحدها وذلك خوفا من ان يؤزه الشيطان فيكون له نظره جنسيه تجاهها؟ وختمت القناه في الرد: يعجز الكلام امام هكذا عقليه وهكذا منطق، خصوصا انه يصدر عن افراد حري بهم التواجد في المصحات النفسيه ليعالجوا من افكارهم الشاذه لا ان يصدروا الفتاوى. طبعا هذا الرد كان فيه شخصنه كبيره للموضوع. احنا في صحيفه الوطن لم نتبنى هذا الجزء من رد ام بي سي احتراما لاي انسان بغض النظر عن شخصيته العريفيه او غيرها، ولكن لنبين انه الجزء الخاص بالرد كان الجزء الاول عفوا كان يعني مهني، وما تبقى من الرد لم يكن بالنسبه لنا مهنيا ففضلنا ان احنا نحجب عن النشر. بس الشيخ العريف اليوم على موقع تويتر بدا مقاطعه مش ام بي سي، يعني المعلنين على الام بي سي لم يذكر انه انا ساقاطع ام بي سي، بل ذكر انه انا ساقاطع كل المنتجات التي تعلن لدى هذه المجموعه. هو ذكر اسامي منتجات معينه؟ ذكر اسامي منتجات معينه، مأكولات وشامبوهات وخلاف ذلك. فطبعا الناس تفاعلت مع هذه الردود على موقع تويتر وذكروا يعني بعض التغريدات ذكرت انه انت كيف يعني كيف تقابل رد ام بي سي عليك بهذه الطريقه. بعضهم ايده وبعضهم يعني ذهب الى مساله انه يضع نفسه في حياد عن هذه القضيه. بعضهم يعني استغرب من تجيش العريفي لكافه متابعيه على تويتر خاصه هم بالملايين، وقال: كيف تجيش الجمهور لصالحك انت، لصالح نفسك؟ يعني ما دام الموضوع يخصك انت كيف تجيش يعني من الناس اللي يحبونك على اساس انهم ينتقمون من تكره او من انت
يعني دعوتهم او حاولت انك توعيهم بضروره انه والله عندكم قناه تروج للالحاد وتروج للفساد. فالمساله انا بالنسبه لي انا اذكر رايي في القضيه انه هذا خلاف بين العريس، واتمنى انه ما يدخل في احد غيرهم ولا يصبح اصلا اللي هو ساحه تويتر مكان او ساحه للمعارك ما بين يعني تصفية حسابات يعني صار الموضوع. وعلى فكره في تعليقات يعني كثيره على يعني غير الموضوع هذا على المقاطعه نفسها، ايش معنى هذه المنتجات بالتحديد؟ يعني في تعليقات يعني شويه فكاهيه يعني نقدر نقول، يعني كان في كثير من الـ من الـ من الـ على تويتر كاتبين طب نقاطع اس تي سي وموبايلي وزين لانهم برضو يعلنون على نفس المحطه لانهم كتبوا لان هي التغريده كانت حقت الدكتور العريفي، كان كاتب فيها جبنه كرافت شاي ليبتون شامبو بانتين حلويات جالكسي قسما لا تدخل بيتي حتى توقف او توقف اعلانها بقناه الفساد ام بي سي. يعني هذا كذا طيب اوكي ما مشكله، هو في النهايه انت هذه وجهه نظرك. لمن لا يعرف هذه مساله اعتقد انه خلاف فكري. الخلاف الفكري انت زي ما انت عارف يا سلطان انه هو الذي يضع السعوديين خاصه في تويتر في ازمه من ناحية الخلاف، من ناحية تبادل الآراء واختلافهم فيها ومسألة والله أنا ضد فلان وأنا مع فلان. الخلاف الفكري يبقى أنه أنت كداعية لابد أنك توعي الناس، هذا شيء مفروض منه، هذا شيء خاص فيك أنت والناس اللي أنت جالس توعي فيهم. بس في الجانب الآخر انه اوكي يعني في ناس يذهبون الى انه والله الكلام العريفي صحيح، في ناس يختلفون معه صحيح، وفي النهايه هذه مساله تتعلق بالمشاهد صح، وجهات نظر وتختلف من شخص من آخر. انسان بالضبط. الى انسان، وهذه قناعات وفي حاجه يعني وفي اختراع يعني ما اعتقد انه في احد يعني ما يعرفه اللي هو الريموت كنترول. بامكانك انك تحذف القنوات اللي انت تبغاها وبامكانك انك تبقي على القنوات اللي يعني تبغاها في البيت، صح ولا لا؟ صحيح. احذف القناه اذا ما تعجبك احذفها، واذا يعني مساله ان توصل والله انا بصفي حسابي مع فلان لمساله والله انا راح اقاطع الشركات اللي تعلن لك يعني يا يعني انك معي يا يعني انك يعني هي يبدو ان تغريده الشيخ محمد العريفي كانت رد على البيان اللي صدر اليوم. وهذه رده فعل تجاه البيان، لانه البيان انا من وجهه نظري كان قاسي جدا. صح. خاصة في الجزء ولهجته شويه قاسيه صح؟ برضو يعني انه كانه يعني اللي انا يعني حتى ام بي سي قد تعرضت اول ايام مسلسل ما ادري انا عمر يعني تعرضت وطلعت بيان صحفي كان اخف من كذا بكثير، وايام جورج قرداحي نفس الشيء بغض النظر يعني انا ما ادري من اللي يكتب البيانات في ام بي سي يعني، وكانه المساله مساله تصفيه حسابات او انها مساله والله انه نشهر بين الناس انه هناك من يخالفنا حتى لو كانت يعني يخالفهم شخص رجل دين. مسألة خلاف فكري تحول إلى صراع يعني هو واضح. أنا أعتقد أن التغريدة لم تكن للعريفي فقط، التغريدة كانت له ولغيره. يعني لو أنت تلاحظ أنه كانت ملقمة ببعض الأشياء خاصة بما يخص والله الناس الذين يصدرون الفتاوى، يعني ذكروا فيها بعض الأشياء. جميل، كذا جولة عنيفة اليوم في حياة الوطن، وأكيد يقدرون يدخلون على الموقع ويقرون الخبر كامل ويكتبون برضو تعليقاتهم عشان يكتبون برضو آرائهم، لأن في ناس معه وفي ناس ضد أكيد، ونحترم كل الآراء في النهاية. شكرا لك أستاذ محمد الفهد، تحياتنا لك. شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.